قبل الحرب على طول لو حضراتكم تتذكروا، قبل عملية طوفان الأقصى على طول كنا بنتكلم عن أسعار الدواجن إنها تبدأ تنضبط، إنها بقى أسعار الدواجن تبدأ تنخفض، كذلك بيض المائدة وما إلى ذلك، خصوصا في ظل إنه بتخش كميات كبيرة جدا من الأعلاف، بتبدأ بعض المزارع الدواجن اللي كانت وقفت شوية فتبدأ مرة تانية تستعيد يعني زي ما يتأكد لياقتها الإنتاجية تبدأ تشتغل. حلو؟ طيب، كما جرت العادة لازم هيبقى في ناس عايزة تغرد خارج السرب أو إنها تشرد خارج القافلة. القافلة بتاعتنا هنا هي إيه؟ هي إنه الأسعار تنضبط، هيظل دائما هناك ناس نفسها فاسدة لا تنشغل لا بانضباط أسعار ولا تنشغل بلقمة عيش الناس ولا تنشغل بأن الناس تاكل ولا ما تاكلش، هو كل اللي يهمه إن هو يكنز القروش. طبعا الحالات بتاعته دي ما بيكنسش قروش، ده بيكنس ملايين، ممكن تبقى مليارات في احوال ما يعني. فتبدا تتعمل حملات الحقيقه محترمه وموسعه، وبتعمل بتتعمل بالتعاون مع يعني من وزاره التموين، حمايه المنافسه، يبداوا يشتغلوا على حملات لضبط السوق وضبط الاسعار. وحضرتك شايف قدامك ايه الصور. دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور يوسف، أهلا بكل السادة مشاهدينك الكرام، كل عام وحضرتك ومصر بكل خير يا رب. دكتور طارق، يعني على ما يبدو الأسعار في طريقها للانضباط، يعني احنا كنا بنتكلم في الكلام ده من قبل بداية عملية طوفان الأقصى والحرب اللي في غزة وما إلى ذلك، وحضراتكم على ما يبدو برضو شغالين في الإصرار على ضبط الأسعار. دكتور، لا هو الخط وقع في اللحظة الحاسمة ولا ايه؟ لا رجاء ارجوكوا، احنا محتاجين دكتور طارق دلوقتي. دكتور طارق سليمان، نعاود الاتصال مرة تانية. ايوه، هو لازم الحملات تفضل شغالة ولازم نفضل ان احنا نضرب بيد من حديد. انا في الحاجات اللي زي كده يعني اشوف عاوز توصفني بايه واوصف، انا مش هزعل على الاطلاق. احنا نعود الاتصال مرة تانية بدكتور طارق بالمناسبة يا جماعة. معانا دكتور طارق؟ ايوه فندم. منورنا مره تانية يا دكتور طارق. فانا كنت بتكلم عن الحملات علشان السوق ينضبط والاسعار تنضبط والناس فاسدي النفوس ان شاء الله يخشوا السجن قادر يا كريم. فعايز اعرف الحملات واثمرت عن ايه لحد دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في مبادره الحكومه لتخفيض اسعار السلع الغذائيه لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين، ودي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء. من بين هذه السلع شملت المبادرة الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة، واللي بيتم طرحها بنسبة تخفيض تصل ل 15%. خلينا أوضح حاجة يا أستاذ يوسف، إن المبادرات في هذا النوعية في مبادرة يا إما بيتم المربي أو المنتج يتنازل عن ربحه تماما، أو كمان ممكن يدعم ويدفع فلوس. والنوع الثالث هنا الحكومة المصرية حافظت على ربح وهامش ربح مناسب للمنتج والتاجر. ده أنا واثق فيه، لأن أنا بصراحة ما حدش بيخسر ولا حد لا بيتنازل عن مكاسبه ولا يعني الحكومة شالت القصة من الآخر. بالظبط، وبالتالي تم تشكيل لجان وحملات رقابية للإطمئنان على مدى تنفيذ المبادرة على أرض الواقع. الحملات دي شملت ممثلين عن وزارة الزراعة، مباحث التموين ومفتش التموين بوزارة التموين، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك. وبصراحة كنا بننزل بنجوب مراكز ومحافظات الجمهورية، وكنا بننزل على كل محافظات الجمهورية بالتوازي في آن واحد، سواء كانت لجان مركزية أو لجان محلية من المحافظات، ورصدنا ثلاث حالات. الحالة الأولى في التزام تام بالمبادرة وتعظيم سلام وتقديم كافة الدعم لمن التزم بالمبادرة. الحالة الثانية غير ملتزمين بالمبادرة وكانوا بيعدلوا فورا في وجودنا وقدامنا الأسعار. الحالة الثالثة بصراحة كان عدم التزام بالمبادرة
والبيع واعلان البيع عن سعر مبالغ فيه. هنا كانت بتتخذ كافه الاجراءات القانونيه من كافه الجهات الرقابيه اللي موجوده معانا. يمكن حضرتك انا ما انكرش دور المربي المصري، وزي ما قلت كتير ومن خلال منبر حضرتك الاعلامي، المربي المصري كتير سطر من الملحمه الوطنيه القوميه، يمكن العالم كله اتعلم منها في كل الازمات اللي مرت بها دول العالم مش بس مصر، سواء كانت جائحه كورونا، سواء كانت الازمه الاوكرانيه، سواء كانت التغيرات المناخيه، كل ما واجهناه يمكن في الوقت اللي كانت دول العالم كلها تعاني من مشكلات تتعلق بنقص المواد الغذائيه او زياده اسعارها، احنا عندنا مش بس المنتج بالتكاتف مع الحكومه المصريه ووزاره الزراعه حافظ على الانتاج، لكن زود الانتاجيه بتاعته. لكن هنا البعض من التجار فيهم الجشع شويه، وهنا بنتخذ معهم فعلا كافه الاجراءات الحاسمه. طب خليني هنا، يمكن زي ما قلت لحضرتك، يمكن الدولة المصرية وزارة الزراعة والحكومة المصرية وفرت العديد من المميزات لصناعة الدواجن، والمزايا اللي قدمتها يمكن حتى لو اتكلمنا عن ملف العلف، واحنا عارفين ان الأعلاف الوحدية بتشكل تقريبا 70-80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أي عملية إنتاجية تخص الثروة الحيوانية أو الدجنة. وشفنا يمكن من شهر اكتوبر في 2022 حتى وقتنا هذا على مدار عام تم تبير وتوفير العمله اللازمه للافراج عن الذره والسوى العالقه في المواني المصريه بما يزيد عن 4 مليارات دولار بكميه تزايدت عن 8.5. ده حقيقه يا دكتور، بس انا هنا عايز اسال سؤال بصراحه واجع لي دماغي جدا. فخامة الرئيس كان في بني سويف من حوالي شهر ونص شهرين زي ما حضرتك عارف، وانا بطبيعة شغلي سافرت بني سويف وكنت بصور تقريبا في بني سويف من جنوبها لشمالها، لفتها من الجنوب وحتى الشمال بجد يعني. شفت الحقيقة حاجة غريبة قوي وقتها، يعني كل الجزارين في اي شارع ما لقيتش سعر كيلو بلدي اغلى، انا بقول لك الرقم اهو، اغلى من 230. اسوق ساعه ونص على الطريق واخش القاهره ما الاقيش سعر كيلو اقل من 300. ليه يعني؟ ليه في تباين شديد في الاسعار؟ هل المشكله في القاهره طول الوقت ان هناك الكثير، مش هقول لك بقى البعض، الكثير من التجار، او اذا كانوا بقى هم تجار لمواشي حيه او الجزارين او 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 بيبالغوا في الاسعار ويضعوا هوامش ربح عاليه؟ ما هو محدش يقنعني ان كيلو اللحمه اللي في بني سويف ب 230 هو مختلف عن كيلو اللحمه اللي في القاهره ب 350 و400، ما هي لحمه. لا، انا عايز اطلب من خلال منبر حضرتك الاعلامي العظيم، احنا كمستهلكين مفروض يبقى عندنا ثقافة ان انا ما اشجعش المنفذ التسويقي اللي بيبيع بسعر مبالغ فيه. الحمد لله احنا عندنا دلوقتي العديد من المنافذ التسويقية التابعة للدولة، سواء كانت تابعة لوزارة الزراعة، يمكن وزارة الزراعة فقط عندها اكتر من 300 منفذ تسويقي ثابت ومتحرك يغطون كافة ارجاء الجمهورية. الزراعة عندها منافذ، والجيش عنده منافذ، والداخلية عندها منافذ، ده صح 100%. بالظبط. وزارة التموين عندها المنافذ، يعني أنا معاك 100%. لا، أنا بسأل في سؤال تاني يا دكتور. التباين في السعر 100 جنيه فرق وزيادة، يعني أنا بتكلم على 100، ده فرق سعر. يعني أنا حتى كنت قاعد عمال بفكر، قلت الله، ده أنا لو جزار أروح أجيب المواشي من بني سويف أعزكم الله، يعني أجيبها الكيلو هيبقى حي بقى أكيد مش ب 230، ده أنا لو هجيبها تبيعها زي ما هي كده أخدها 230، لو أخد لي 3-4 رؤوس مدبوحة ومتعلقة وأخدها في عربية وأطلع بيها على القاهرة، أنا لو زودت عليها نقل على كل كيلو 10 جنيه برضه هفضل كسبان. خليني أقول لحضرتك حاجة كمان يا دكتور يوسف، بنشوف ورصدنا الكلام ده وأنا قلته كتير، من عربية محملة بأطباق بيض مثلا طالعة من نفس المزرعة ونزلت أطباق البيض دي في منفذين مختلفين،
وتلاقي اختلاف عالي جدا في الاسعار ما بين المنفذين. هتنقط انا بقى ذبيحه واحده، ذبيحه واحده طلع نصها من نفس المجزر، من نفس المزرعه الاول، من نفس المجزر ومن نفس الحيوان، طلع نصها اتباع في منفذ تسويقي، والنص الثاني من نفس الذبيحه على نفس العربيه في منفذ ثاني لقينا سعر ثاني. عشان كده انا بطلب من حضرتك ومن كل جموع الشعب ما نشجعش المنافذ التسويقية التي تبيع بأسعار مبالغ فيها، وزي ما قلت لحضرتك العديد من المنافذ التسويقية التابعة للدولة، ومش بس كده خلينا منصف، والعديد من المنافذ التسويقية التابعة للقطاع الخاص ملتزمون ومنضبطون وبيبيعوا بالأسعار المعتدلة والعادلة. ماشي، يعني انا يهمني انه انا عارف انه يمكن ده مش تبع القطاع عند حضرتك وزاره الزراعه بالتحديد، انا عارف انه دي حاجه بتقوم بيها وزاره التموين، المهم عندي انها تقوم بيها طول الوقت. لو وصلت ان هم يهلفتوهم مكان الذبايح دي، هلفتوهم دي ناس بتاكل اكل، ده ناس بتجوع، بتجوع الخلق، بيجوعوهم والله. بتضحك يا دكتور، هعمل ايه بس، ما هو من غلبنا بصراحه. دكتور على كل، نورتنا وشرفتنا، اشكرك يا دكتور طارق. دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه.